العادة مرحبا بكم مباشرة من قاعة المهدية، مباراة الدور الربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد بين مكارم المهدية والترجي. مباراة أكيد اليوم باش تكون مثيرة بين زوز فرق اللي كل ما تقابلوا ديما معطاونا فرجة باهية، فرجة مزيانة في المباراة. التشكيلة بالنسبة للزوز فرق اليوم نبداو بالترجي ضيف المهدية اليوم، وسيم هلال ومروان مجايز ثنائي حراسة المرمى، معهم حسام حمام، الياس حشيشة، الجيلان إمامي، محمد علي بحر، حمدي عيسى، بلال العبدلي، مراد الستاري، طارق جلوز، مروان شويرف، كمال العلويني، أنيس المحمودي، أسامة الجزيري، إبراهيم لاغا، وجابر اليحيوي، والمدرب أو الفرنسي دينيس لاتو. قبل ما نمشيو مع تشكيلة مكارم المهدية، إسلام عندك الكلمة واستجوابات ما قبل المباراة. شكرا ليك شهير. معنا سي شاكر الخنيسي مرافق الترجي الرياضي التونسي باش تحكيو معاه. سي شاكر، ظهر لي قبل المقابلة هذه برشا كلام تقال على التور هذا نتاع الكوب، وظهر لي طلبتوا أنتم تأجيل المقابلة نتاع المهدية هذه. أول حاجة نهنيو ساعة منتخب كرة اليد بالفوز العظيم، نشوفوه فوز عظيم، ونهنيو زاد أعضاء الجامعة اللي شهر ونص الأخرانيين قاموا بعمل كبير ياسر. وإن شاء الله الترجي صحيح طلبنا باش ندخلوا، لأنه ما تعرف الدربي 27 وإحنا ماشيين نشرفوا تونس، وفما روفانش ضد الفريق المصري، وإحنا متأكدين اللي الجامعة باش تقف معنا في الوضع هذايا، لأنه اللاعبين يمشيوا في وضعية أحسن صحية. بالنسبة للجيست لوماج اللي عملتوها قبل المقابلة، كلمة عليك. ما نجموش نساو رفيق واجه الله يرحمه، ما نجموش نساو بشير صفر الله يرحمه، هذوما عايشين معنا وهذوما من الناس اللي خدموا كرة اليد التونسية، لذا هذه فرصة باش نتفكروهم. وما نكذبش عليك شيء، ما نجموش ننساو العمل اللي قاموا به الناس هذوما. شكرا لك سي شاكر. اذا شهير نرجع لك بدايه المقابله، ليك تفضل لك الخط. نرجع مع دقيقه اولى في المباراه في انتظار اولى الاهداف. اعطيت تشكيله الترجي بالنسبه للمهدية اليوم، اشرف محفوظ وماهر الصغير في حراسه المرمى، معاهم بديع قريع، الياس الزمال، فارس الغول، حسان فرج، محمد وسيم خواجه، نادر حمزه، يوسف معرف، محمد مليح، عبد العزيز الحلاوي، الهاشمي بالحارث، حاتم حموده، محمد بنور، ايمن جوليق، ومحمد علي البحري، والمدرب هو التونسي منير احسن. ثنائي التحكيم اللي حسن الخيار اليوم وامين بغراره في اداره المباراه اللي يبداها المكارم بتسجيل اول الاهداف الى حد الان دقيقه اولى. نذكر انه الدور الربع النهائي فيه مباراه مكارم مهديه للترجي، ايضا نصره بلبه جمعيه الحمامات، وبعث ابن خيار نادي كره اليد بجمال، كلها تنطلق في اللحظه هذه. لكن مباراه القمه تم تاجيلها لنهار 14 ماي، مباراه النجم الساحلي والنادي الافريقي. نرجع لمباراه اليوم، مباراه المكارم والترجي. نذكر انه في الدوره الثمن النهائي الترجي كان ازاح سبورتينغ المكنين بعد الانتصار والتاهل ب 29-16، ومكارم مهديه في نفس هذه القاعه كانت اهل ضد شبيبه الشيحيه 24-19. نستناو مباراه اليوم لشكون باش تكون الكلمه والمرور للمربع الذهبي، اما ترجيه او مهدويه. نستناو اليوم هذه كره ترجع لمكارم المهديه المتقدم حاليا في النتيجه 1-0. كره للياس الزمال، الياس الزمال يلعب الكره لبديع قريع، اكيد مع تشجيعات جمهور المكارم اللي كالعاده حاضر في قاعه رشيد خوجه بالمهديه. اكيد كالعاده الفرجه ان شاء الله تكون مضمونه على قناه لا تسعى لمباراه اليوم، مباراه مكارم مهديه ولا ترجي. الكره والتنسيق للياس الزمال في تشكيله المكارم. الياس الزمال ياخذ الكره على اليمين، موجود اللاعب رقم 17 يوسف معرف، ترجع الكره مره اخرى للزمال اللي يلوج على الهدف الثاني المكارن. الكره والهدف الثاني، الهدف الثاني ناجحه مره اخرى، كره المكارم. اللاعب رقم 6 بديع قريع كان ممتاز في اللقطه الاخيره والمتابعه هذه الاعاده. شوف هنا الكره كيفاش هو التمريره على مستوى الدائره، والهدف للمكارم، الهدف الثاني لحد الان 2-0 في المباراه. كرة رمية جانبية لمراد الستاري في تشكيلة الترجي، يعطي لأنيس المحمودي، حسام حمام منذ البداية لاعب الخبرة، لاعب الإمكانيات الكبيرة حسام حمام، والأكيد عنده دور كبير في تشكيلة الترجي خاصة في الأوقات الصعبة. ترجع الكرة جلوز، يعطي كرة للمحمودي، لكن قبل هذا ثم مشي بالكرة، وترجع كرة مرة أخرى للمكارم المتقدم 2-0. 3 دقائق لعب و18 ثانية في الشوط الأول، والتقدم لاصحاب القاعه لمكارم المهدية لحد الان. نذكر مباراه الدور الربع النهائي لكاس تونس.
ترجع الكرة للمكيرة مرة أخرى اللي يحاول يبحث على الهدف الثالث وتعميق الفارق منذ البداية، خاصة يعرف أنه المباراة باش تكون صعبة في أواخرها لأنه الترجي نعرف الخبرة الكبيرة والإمكانيات الكبيرة لملاعبيته. أيضا المكارم ديما ما كان سباق في المباريات اللي يلعبها هنا في قاعة المهدية، حب ياخو لكارم اللول، يحب يمشي أكثر في المباراة. حاليا 4 دقائق لعب في الشوط الأول تقريبا، و2-0 لمكارم المهدية في انتظار بقية مجريات المباراة. كرة 6 متر أولى في المباراة، التنفيذ سيكون لمحمد علي البحري من جانب المكارم. محمد علي البحري قدام وسيم هلال ويسجل الثالث، يسجل الهدف الثالث. مكارم المهدية 3-0 مع بداية المباراة. حسام حمام، أنيس المحمودي يلعب الكرة، أنيس المحمودي للخلف لكن ترجع من جديد لحسام حمام. أنيس المحمودي من جديد يبحث عن التصويب، الكرة ترجع بامتلاك للترجي. أرجع كرة ترجية والبحث عن أول أهداف المباراة. إلى حد الآن 4 دقائق و38 ثانية، ما زال ترجي ما سجل حتى هدف. هذه كرة محاولة الدخول لكن التدخل من دفاع مكرم المهدية واقف كيف ما يلزم. إلى حد الآن نشوفوا المحاصرة اللاصقة خاصة للاعب حمدي عيسى على مستوى الدائرة. بالنسبة لدفاع المكارم ترجع الكرة حسام هلال، حسام حمام، حسام حمام يعطي الكرة لمراد الستاري، ترجع للمحمودي، صوب المحمودي وتدخل من الدفاع. ترجع الكرة ترجية مرة أخرى، أشيكول الحكم ترجع ثم مشي بالكرة ويرجع الامتلاك لمكارم المهدية. 5 دقائق لعب و11 ثانية، 3-0 للمكارم إلى حد الآن. كرة للمكارم على مستوى الدائرة، الياس الزمال كالعادة هو المنسق اللي يعطي الكرات على اليمين وعلى اليسار، يمشي يدخل في المباراة. الهاشمي بالحارث، الهاشمي بالحارث عنده الكرة حاليا، هاشمي بالحارث إلى جنبه على اليمين موجود يوسف معرف، يوسف معرف محمد علي البحري، معرف من جديد لبلحارث، بلحارث يلوج على الثغرات اكيد في دفاع الترجي. لحد الان الدفاع بالنسبه للترجي قابل 3 اهداف والهجوم غير موجود في المباراه. والتصدي هنا من وسيم هلال، التصدي الاول في المباراه من وسيم هلال، ممكن تصدي خلي الترجي يدخل اكثر في المباراه. الكره لحسام حمام يلعب على الجهه اليسار لياس المحمودي لكن مقطوعه الكره من جديد للياس الزمال، يسدد الكره والهدف. الهدف الرابع لمكارم المهديه. المكارم يباغت الترجي منذ البدايه، 6 دقائق لعب دون تسجيل اي هدف بالنسبه للترجي. والمكارم حاسم ما يتسمحش على مستوى الهجومات المعاكسه. شوف الكره هنا واللقطه من الياس الزمال ياخو هجمه معاكسه يسجل بها الهدف الرابع، ويخلي الفرحه هنا حاضره في مدارج قاعة رشيد خوجة بالنسبة للمهدية. الكرة ترجية المرة هذه، الكرة بالنسبة للترجي ومقطوعة من الدفاع لكن موجود الخطأ، خطأ لصالح الترجي. ترجع الكرة بامتلاك للترجي، حسام حمام ليانيس المحمودي، أنيس المحمودي يلعب الكرة على اليمين وين موجود جيلاني مامي ليانيس المحمودي مرة أخرى، والخطأ بإشارة من ثنائي التحكيم حسين الخياري وأمير بغرارة. 7 دقائق لعب تقريبا في الشوط الأول، 4 أهداف لمكارم المهدية لا شيء لحد الآن للترجي. ترجع الكرة أنيس المحمودي، أنيس المحمودي لجنبه على اليمين موجود جيلاني مامي، ويمشي حسام حمام المرة هذه على الجهة اليسار لأنيس المحمودي، صوب والهدف. الهدف الأول للترجي بعد 7 دقائق و14 ثانية في الشوط الأول. يتمكن الترجي من افتتاح النتيجة 4-1 إلى حد الآن. مباراة منذ البداية مشوقة ومثيرة، أكيد نستناو أكثر التشويق مع اقترابنا من نهاية الشوط الأول ومن نهاية المباراة. هذه هي كرة اليد والمتعة في كرة اليد أكيد باش تكون في الخواتيم، لأنه نعرف أن المباريات الكبيرة ديما ما كانت تتحسم في أواخر المباراة سواء في الدقائق الأخيرة أو حتى في الثواني الأخيرة. ترجع الكرة لمكارم المهدية. الوضعية بالنسبة للمكارم في البطولة والترجي صحيح غير متشابه، لكن النتائج الإيجابية تنجم تكون موجودة بالنسبة للزوز فرق في قادم الجولات. الترجي نذكر في الصدارة صحبة الإفريقي بعد 19 جولة ب 55 نقطة، ومكارم المهدية في المركز الرابع ب 39 نقطة، يعني مش بعيد برشا على الثلاثي اللي موجود في المركز الأول. الترجي الإفريقي والنجم الساحلي موجود وراهم مكارم المهدية اللي قدم اليوم بداية مباراة ممتازة. ترجع الكرة مرة أخرى والتصويبة مقطوعة من دفاع الترجي، ترجع الهجمة المعاكسة، مراد الستاري يعطي الكرة على مستوى الدائرة والتدخل، التدخل من حمدي عيسى. الإقصاء بدقيقتين، أول إقصاء بدقيقتين في المباراة،
بعد ما كانت حصل على الانذار اللاعب الهاشمي بالحارث المره هذه، الخروج بدقيقتين ورميه 7 امتار باش تكون لصالح الترجي. هذه اللقطه والاعاده، شوف كيفاش كان الاعتراض للاعب الترجي حمدي عيسى. التنفيذ سيكون لأنيس المحمودي، أنيس المحمودي قدمه والحارس أشرف محفوظ، بين أنيس وأشرف لمن سيكون التألق والتسجيل. يسجل الهدف الثاني أنيس المحمودي 34. بدأ يرجع الترجي أكثر في المباراة بعد البداية الصعبة وبعد البداية القوية لمكرم المهدية. ترجع الكرة لمكرم المهدية لتقريبا عنده دقيقتين ما سجل حتى هدف، وقف الكونتور نتاع المكرم في 4 اهداف عكس الترجي اللي رجع في المباراة وسجل 2 اهداف متتالية. ترجع الكرة من جديد لصالح المكرم، كرة للمهدية اللي خرج حارس المرمى ويدخل لاعب مكرم المهدية باش يعطي اكثر تفوق على مستوى الهجوم، التفوق العددي. كيفاش باش يستغل المكرم على الوضعية هذه خاصة بعد الخروج بدقيقتين للاعب بالحارث. ترجع الكرة على مستوى الدائرة يتيح حمدي عيسى، وأيضا يتيح معها اللاعب يوسف معرف. ترجع الكرة بامتلاك لمكارم المهدية، الياس الزمال، الياس الزمال يعطي الكرة على الجهة اليمين والهدف، الهدف من الجناح. شفنا المكارم رغم أنه منقوص عدديا، عرف المدرب منير حسن كيفاش يستغل الأمور وعرف كيفاش يخرج حارس المرمى ويدخل لاعب، وبالتالي الهدف كان موجود بالنسبة للمكارم. 5-2 إلى حد الآن في المباراة، رمية 7 أمتار مرة أخرى لصالح الترجي. المرة هذه التنفيذ لشكون باش يكون؟ لأنه مراد الستاري وأنيس المحمودي. ترجع الكرة أو أنيس المحمودي، بالفعل أنيس المحمودي أو اللي باش ينفذ 6 متر الثانية بالنسبة للترجي. التوقيت 10 دقائق لعب بالضبط. أنيس المحمودي مرة أخرى ناجح، ينجح أنيس المحمودي قدام الحارس أشرف محفوظ أو الحارس مهر الصغير. مهر الصغير اللي يدخل في المباراة، الحارس رقم 12 أو أشرف محفوظ هو الحارس رقم 1 في تشكيلة المكارم. ترجع الكرة من جديد لمكارم المهدية، 5-3 إلى حد الآن في المباراة. كرة للمكارم على مستوى الدائرة، البحث على الأجنحة ممكن للمكارم، لأنه إلى حد الآن ما شفناش استعمال كبير للأجنحة سواء بالنسبة للترجي أو للمكارم. شفنا الهدف اللي كان سجله محمد علي البحري، الهدف الخامس لمكارم المهدية كان على الجناح، نستناه لأنه باش يكون الاستغلال بالنسبة للأجنحة ومحاولة الدخول من المنطقة ولا التصويب في اتجاه مرمى الترجي، لكن مقطوعة الكرة والهجمة المعاكسة للترجي. طارق جلوز ينجح، أنجح طارق جلوز يسجل. المطالبة بالنسبة لمقعد بودلي المكارم بأنه طارق جلوز مشاب الكرة، لكن الحكم يحتسب الهدف، وبالتالي 5-4 إلا 1 إلى حد الآن للترجي. ممكن النقص العددي بالنسبة للمكارم اللي كان للاعب بالحارث، اللاعب الهاشمي بالحارث اللي خرج في الدقيقتين الإصابة، دقيقتين أول إصابة دقيقتين في المباراة، أثر شوية على المردود بالنسبة للمكارم، لكن إلى حد الآن المباراة مازالت ماشية، مباراة مازالت متقاربة بين الزوز فرق. 5-4 في المباراة لمكارم المهدية. كرة على الجناح يرجع للياس الزمالي، صوب خارج الميدان، لكن قبل هذا ثم رمية جانبية، لمسة الكرة والتنبيه باللعب السلبي على لاعبية المكارم. أكيد باش يلعبوا الكرة الأخيرة بسرعة. ترجع الكرة من جديد، محاولة البحث عن التسديد، يصوب الكرة تضرب على القائم، تضرب كرة وترجع للترجي مرة أخرى. وسيم هلال يلعب الكرة مع حسام حمام، حسام حمام أنيس المحمودي، أنيس المحمودي كرة لمراد الستاري، مراد الستاري ما زالت عنده الكرة، يرجع للمحمودي، المحمودي ستاري من جديد على مستوى الجناح وينجح ويعدل، يعدل النتيجة لأول مرة، تعادل في المباراة في توقيت بالضبط 12 دقيقة لعب و9 ثواني. هذه اللقطة الأخيرة كانت كرة من المحمودي للستاري اللي يرفع الكرة ويسجل الهدف الخامس. 5-5 إلى حد الآن بين المكارم والترجي. مباراة الدور الربع نهائي بالنسبة لكأس تونس اليوم من أجل التأهل للمربع الذهبي للدور النصف النهائي لما قبل الدور النهائي. بالطبيعة أكيد زوز فرق يحبوا يكونوا موجودين
على منصة التتويج مع النهاية. زوج فرق يحبوا يمشيوا ابعد في الموسم هذا، خاصة نعرفوا أن الترجي مازال موجود على مستوى البطولة، يحب يكون موجود أيضا على مستوى الكأس في المباريات المتقدمة والمكارم لإنقاذ الموسم للتواجد في دور نصف النهائي ولما لا دور نهائي المكارم. صحب زوز كؤوس على مستوى التاريخ بالنسبة لكأس تونس، يبحث على الكأس الثالث أكيد، لكن مازال المشوار طويل، مازالت المباريات، عنده مباراة ربع نهائي اليوم، إذا كان ترشح مازال النصف النهائي والنهائي أكيد ما نسبقوش الأحداث، لكن المعنويات مرتفعة للملاعبين، الطموحات جائزة بالنسبة للزوز فرق، لكن في الأخير اللي يلعب خير اللي ينتصر هو اللي يتأهل ويكون موجود في المربع الذهبي. ترجع الكرة لياسر لزمال على جهة اليمين، موجود اللاعب رقم 17 كالعادة يوسف معرف إلى جنب، وأيضا محمد علي البحري يلعب كرة المرة هذه على اليسار للهاشمي بالحارث اللي يرجع في المباراة بعد الخروج بدقيقتين. كرة مرة أخرى وعمليات التقاطع، نشوفوا كرات كيفاش بين ملاعبية المكارم، في الأخير يتحصل على الخطأ المكارم والإنذار لأنيس المحمودي. اللقطه نشوفوا كيفاش الكره على مستوى الدائره وترجع بخطا للمكارم. الياسر لزمال يعطي الكره لبديع قريع، بديع قريع الياسر لزمال، كره للهاشمي بالحارث مره اخرى، كره للياسر لزمال، هاشمي بالحارث يمشي بالحارث يحاول يقدم اكثر، نعرفوا لاعب عنده قامه طويله ذاك علاش ممكن في كل مره يحاول باش يصوب في اتجاه المرمى، لكن دفاع الترجي موجود والهدف هنا، الهدف السادس مرة أخرى. مكارم المهدية هو اللي ياخذ الأسبقية في التسجيل، الكرة من الياسر للزمال وفي الهدف أيضا من جانب الترجي، الرد كان سريع من الترجي يعدل النتيجة 6-6 مرة أخرى بعد ما كان التعادل في الهدف الخامس 5-5. حاليا تقريبا منتصف الشوط الأول 14 دقيقة و40 ثانية، تعادل 6-6 بين المكارم والترجي. ترجع الكرة من جديد، الكرة مهدوية على مستوى الدائرة، يخل كرة اللاعب يوسف معرف يعطيها لياسر الزمال بالحارث، ترجع له من جديد يوسف معرف، معرف للهاشمي بالحارث، الياسر الزمال اللي يمشي على الجهة اليسار، الزمال يصوب والتصدي، التصدي المرة هذه موجود وسيم هلال مرة أخرى ينقذ الترجي من هدف. كرة ترجع للمهدية، الياسر الزمال يعطي كرة يوسف معرف، الكرة للمعرف مرة أخرى بالحارث، بالحارث اش يعمل بالكرة، يحاول يمشي نحو الدائرة لكن يلعب الكرة، والتدخل من طارق جلوز، التدخل من جلوز يحط الكرة رمية جانبية لصالح المكارم، وإن كان موجود اللاعب محمد مليح. ترجع الكرة من جديد للياسر الزمال، الياسر الزمال بالحارث، الهاشمي بالحارث يربح الخطأ، لكن أيضا التنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم على فريق المكارم في الهجمة الأخيرة اللي تولت، والتصويبة مرة أخرى، القائم موجود إلى جانب الترجي وحارس مرماه وسيم هلال، فرصة التسجيل للترجي، يسجل المرة هذه، يسجل الترجي من مروان شويرف ويأخذ الأسبقية لأول مرة في المباراة، والوقت المستقطع يطلب مدرب المكارم منير حسن شنو باش تكون التوصيات لمدرب المكارم. نسمع بعد شوية مدرب المكارم مع لاعبيته شنية باش تكون توصياته بعد تقريبا ربع ساعة لعب في الشوط الأول. هذه كانت التوصيات من المدرب منير حسن، مدرب المكارم اللي ما بداش في الحقيقه الموسم مع المكارم، تقريبا عنده 3 أشهر من اللي اشرف على المقاليد التدريب بالنسبه لمكارم مهديه، كان يدرب في الامارات المنتخب الاول، ايضا نذكر انه درب سبورتينغ المكنين والمنتخب الاصغر التونسي، خبره كبيره لهذا المدرب، اكيد ان شاء الله يستفيد منه مكارم المهديه، وان شاء الله الافاده تحصل
للملاعبيه والمدربين الكل في كره اليد التونسيه اللي استناه اولمبياد ريو 2016 بعد التاهل والتواجد مع الكبار، التواجد في الاولمبياد ان شاء الله للمنتخب الوطني التونسي في انتظار قرعه المجموعات يوم 29 افريل. نذكر منتخبنا في المستوى الرابع ان شاء الله تكون مجموعه في المتناول للمنتخب الوطني التونسي، ان شاء الله ايضا يكون التالق لمنتخبنا كيف ما عودنا ديما لاعبيه المنتخب في كره اليد ديما متالقين عالميا. هذه كره للترجي والتصدي، التصدي من ماهر الصغير، حارس ممتاز، حارس نتذكره جيدا في مباراة للنادي الافريقي هنا في القاعة المهدية كيفاش كان متألق ايضا ديما في المباريات الكبرى للمكارم يكون موجود. ترجع الكرة لمكارم المهدية، تعادل مرة أخرى 7-7، المباراة منذ البداية متعادلة. المباراة بداها المكارم بقوة لكن عرف كيفاش يرجع الترجي ويعدل النتيجة. كرة حاليا الياس الزمال، الياس الزمال يعطي كرة لمحمد مليح ويصوب لكن خارج المرمى، كرة ترجع للترجي، الكرة لحسام حمام، أنيس المحمودي، أنيس المحمودي، حسام حمام على الجناح لطارق جلوز والتصدي مرة أخرى، التصدي مرة أخرى من ماهر الصغير. حكيت عن هذا الحارس صحيح هو اسمه ماهر الصغير لكنه كبير في إمكانياته، شوف اللقطة هنا، شوف طارق جلوز عمل اللي يلزم يتعمل لكن موجود، موجود الحارس ماهر الصغير يتصدى بيده اليمين ويرجع الكرة ويخلي مكارم المهدية في المباراة ويخلي التعادل إلى حد الآن بعد 17 دقيقة و50 ثانية، 7 للترجي 7 للمكارم في ربع نهائي كأس تونس. لنذكر أنه اليوم أيضا موجودة مباراة نصرة بلبة جمعية الحمامات وبعث ابن خيار نادي كرة اليد بجمال في انتظار مباراة القمة نهار 14 ماي بين النجم الساحلي والنادي الإفريقي. الكرة تعود بامتلاك لصالح المكارم، خطأ للمكارم يتلعب بسرعة، الكرة ليوسف معرف، الياس الزمال يمشي الزمال وحده يعطي كرة لمعرف، التصويبة والتدخل من دفاع الترجي، التدخل من دفاع الترجي والكرة تعود جانبية. هذا أمامكم الحارس وسيم هلال حارس الترجي، موجود إلى جنبه مروان مجايز الحارس المتألق، والهدف هنا، الهدف مرة أخرى لمكرم المهدية ليأخذ الأسبقية 8-7 في توقيت بالضبط 18 دقيقة 36 ثانية. شوف الكرة والتصويبة، تصويبة كانت ممتازة ما قالها حتى حال الحارس وسيم هلال. الياس الزمالي إلى حد الآن حاسم إلى حد الآن في كل كرة يأخذها إلا وتتوقع أن يجي هدف للمكرم أو أنه يعطي تمريرة تكون حاسمة لبقية زملائه. يدخل مروان مجايز لحراسة مرمى الترجي، مروان مجايز اللي كان متألق مع المنتخب الوطني في الدورة الترشيحية للأولمبياد، واحد من الملاعبية اللي كانوا حاضرين في تشكيلة المنتخب إلى جانب البوغان ميشويرف حمادة وبحر من تشكيلة الترجي. ورأوا أنه اليوم الغياب لأيمن حماد وأيضا للبوغانمي في تشكيلة الترجي بداعي الإصابة، مقابل الغياب جابر قمر وفارس حسين في تشكيلة المكارم بسبب الإصابة، وأيضا محمد رضا أفراد اللي مشى للسعودية للاحتراف في البطولة السعودية. ترجع الكرة ترجية ليانيس المحمودي، يانيس المحمودي يلعب الكرة لكن يربح الترجي الخطأ، يربح الترجي الخطأ في اللقطة الأخيرة. ترجع الكرة بامتلاك لصالح الترجي 19 دقيقة 7 ثواني، 8 لمكارم المهدية 7 للترجي في مباراة الدورة ربع نهائي لكأس تونس. ترجع الكرة للمحمودي يلعب على الجهة اليمين للجيلاني مامي، يانيس المحمودي مرة أخرى، يانيس المحمودي كرة لحمدي عيسى يصوب، والهدف، الهدف الثامن 8-8، تجديدة كانت ممتازة من حمدي عيسى ليعدل بها النتيجة على مستوى الهدف الثامن. هذه الإعادة، شوف أنيس المحمودي التمرير على مستوى الدائرة والتصويبة، والهدف كان ممتاز من لاعب الترجي حمدي عيسى. 8-8 في هذا الشوط الأول مع اقترابنا من 20 دقيقة الأولى في المباراة، 20 دقيقة في الشوط الأول إلى حد الآن فيها 8 أهداف للترجي و8 أهداف لمكارم المهدية. الكرة ترجع للمكارم، الكرة ترجع لمكارم المهدية، الياس الزمال يلعب الكرة على الجهة اليمين، وين موجود كالعادة يوسف معرف، يوسف معرف الياس الزمال يلعب الكرة على الجهة اليسار، ولا تدخل مرة أخرى، ترجع كرة ترجية، ترجع الكرة للترجي، الحكم يقول تلعب الكرة من مكانها من مروان مجايز لحسام حمام،
ترجع الكرة لأنيس المحمودي، أنيس المحمودي يمشي يصوب لكن ترجع الكرة بخطأ للترجي. الخطأ للترجي، شفنا مروان شويرف يدخل في المباراة في هجوم الترجي، وحاليا يرجع مروان شويرف لمقعد البدلاء ويدخل جيليني مامي على مستوى الهجوم. كرة لحمدي عيسى، حمدي عيسى مامي وأيضا حسام حمام. الكرة باش تكون بخطأ لصالح الترجي. على الجهة اليسار أيضا دخول بلال العبدلي اللاعب رقم 15 في تشكيلة الترجي كجناح أيسر. نستناو الكرة الأخيرة والتعادل حاليا، نذكر 8-8 في توقيت 20 دقيقة و 33 ثانية، ودائما النتيجة متعادلة. بداها المكارم بقوة، سجل 4 و5 أهداف، والترجي من بعد رجع في النتيجة عدل، خذا الفارق هدف وحيد، لكن المكارم يقول أنا موجود في المباراة، أنا ما زلت موجود، ويسجل التعادل إلى حد الآن 8-8. كرة لصالح الترجي، أنيس المحمودي، أنيس المحمودي كرة مرة أخرى ترجع له المحمودي، يمشي له حمدي عيسى، ثم المشي بالكرة، واضحة اللقطة الأخيرة، واضحة إشارة الحكم، وترجع الكرة، يلزم من مكانها، يلزم تتنفذ من مكانها. هذه توصيات ثنائي التحكيم حسين الخياري وأمين بغرارة. ترجع الكرة الياس الزمال، هذه اللقطة الأخيرة والإعادة لكرة أنيس المحمودي، لكن قبلها موجود الهدف التاسع، موجود الهدف التاسع لمكارم المهدية. مازال المكارم موجود في المباراة، مازال يلعب بندية مع الترجي لحد الآن. ترجع كرة لصالح الترجي، يدخل جابر اليحيوي لأول مرة في المباراة، اللاعب رقم 77 جابر اليحيوي، إمكانية كبيرة لهذا اللاعب. يعطي الكرة لحسام حمام، حسام حمام جابر اليحيوي. شنو التوصيات اللي كانت من المدرب الفرنسي دينيس لاتو، 50 سنة خبرة كبيرة لمدرب الترجي، أكيد يعطي توصياته للاعبيته للعودة أكثر في المباراة. جابر اليحيوي يعطي كرة حسام حمام، حسام حمام على مستوى الدائرة، مقطوعة الكرة لصالح المكارم، محمد مليح يمشي مليح وجه لوجه ويسجل، يسجل الهدف العاشر محمد مليح. هذه هي استغلال الأخطاء في كرة اليد، إذا كانت ممكن تكون عندك الهجمة. مرة أخرى الترجي ضيع الكرة، إذا كانت تكون عندك هجمة لصالحك وتفقد الكرة فإنك تعطي الفرصة للفريق المنافس للتسجيل، وهنا محمد مليح ما يتسمحش مع حارس الترجي مروان مجاز ويسجل الهدف العاشر. 10-8 ترجع الأسبقية لمكارم المهدية، أسبقية زرقاء وبيضاء إلى حد الآن أمام الأحمر والأصفر في انتظار بقية هذا الشوط الأول. 22 دقيقة و 26 ثانية. كرة للمكارم، الكرة كالعادة الجناح الأيمن في المكارم يخدم برشا، نشوفوا اللعبة ممكن المكثرية قاعدة تمشي على الجهة اليمين في كل مرة، وين موجود اللاعب محمد علي البحري، والخروج بالتكتين، التكتين ضد لاعب الترجي حسام حمام بعد الاعتراض هذا أمامنا اللاعب حسام حمام بعد ما كان مع الياس الزمال أول استبعاد بالتكتين في تشكيلة الترجي اللي باش يلعب منقوص عدديا. كيفاش باش يتعامل المكارم مع هذا النقص العددي بالنسبة للترجي؟ ورمية 7 أمتار حاليا التنفيذ من محمد علي البحري، محمد علي البحري قدامه مروان مجاز خارج الميدان، خارج الميدان. الكرة الأخيرة سوء تركيز من محمد علي البحري، قدامه مروان مجاز ويحط الكرة خارج المرمى، وبالتالي تقعد النتيجة 10-8 في انتظار بقية الشوط الأول والوقت المستقطع المرة هذه لمدرب الترجي الفرنسي دينيس لاتو. كانت هذه توصيات المدرب دينيس لاتو للاعبية الترجي المتأخرين في النتيجة حاليا.
الا اثنين في توقيت بالضبط 22 دقيقة و51 ثانية. هذه مباراة كأس، أكيد مباراة الكأس يلزمك تعرف كيفاش تتعدى منها من الفترات الصعبة، والترجي باش يكون منقوص عدديا من زوز ملاعبية، يعني وضعية صعبة للترجي في اللحظات هذه قبل دقيقة و52 من عودة اللاعب اللي خرج الأولاني باستبعاد بدقيقتين حسين حمام، وبعدها كان الخروج أيضا بدقيقتين منذ قليل. ترجع للكرة، الترجي منقوص عددية من زوز ملاعبية والمكارم مكتمل العدد مع اثنين على مستوى الملاعبية. نشوفوا حتى الدفاع كيفاش يخرج المين تومان يلعب دفاع على مكارم، خاصة أنه يعرف الترجي اللي باش يستحفظ أكثر على الكرة ويحاول يربح الوقت في انتظار عودة ملاعبيته الموجودين خارج الميدان. كرة دائما للترجي، والتصويبة الأخيرة كانت من بلال العبدلي، لكن قبلها يربح الخطأ بلال العبدلي، يربح بلال العبدلي الخطأ. الكرة ترجع لبلال العبدلي، يلعب مع جابر اليحيوي، جابر اليحيوي يرجع بالكرة للخلف لإبراهيم لاغا، إبراهيم لاغا يربح مرة أخرى الخطأ، يربح إبراهيم لاغا الخطأ لصالح الترجي، والكرة لمحمد علي بحر، لجابر اليحيوي، اليحيوي قاعد يربح في الوقت الترجي، قاعد يربح أيضا في المخالفات على مستوى الدائرة والتنبيه باللعب السلبي، هذا كان مفهوم ومنتظر من ثنائي التحكيم الأخيار أبو غرارة. الكرة جابر اليحيوي ومرة أخرى يربح الـ 9 متر، يربح الخطأ الترجي، والكرة باش تكون تصويب أكيد مباشرة من جابر اليحيوي، لا يخير باش يلعب الكرة للخلف، لكن ثنائي التحكيم يقول ترجع الكرة لصالح المكارم لأنه شد الكرة برشا جابر اليحيوي، ويرجع المكارم في الهجوم، والنقص العددي مازال بالنسبة للترجي 21 ثانية تقريبا في انتظار أنه يرجع له اللاعب الأول، و25 ثانية للاعب الثاني. ترجع الكرة إلياس الزمال، إلياس الزمال كرة ليوسف معرف مرة أخرى لبالحارث، يلعب الكرة على الجناح للبحري بالحارث من جديد، رجع له الكرة بالحارث. المكارم لقي صعوبات حتى والترجي منقوص من زوز ملاعبية، ويتصدى وسيم هلال مرة أخرى، وسيم هلال في ثالث تصديات في هذا الشوط الأول. شوف اللقطة هنا، رغم أنه كانت الكرة نجم نقولوا أنها كانت أقرب للتسجيل، لكن موجود حارس الترجي وسيم هلال متألق إلى حد الآن في الكرة الأخيرة، رغم أنه منقوص عدديا الترجي كان من زوز ملاعبية لكنه ما قبلش أهداف، والمكارم ما سجلش أيضا. يرجع الترجي مكتمل العدد، يكتمل نصاب الملاعبية قبل أقل من أربع دقائق من نهاية هذا الشوط الأول. على الكرة للترجي لجابر اليحيوي، حسام حمام يدخل مروان شويرف أيضا في التشكيلة الترجية. ترجع على الكرة حمام شويرف، شويرف إلى جيم إبراهيم لاغا، إبراهيم لاغا يمشي له جابر اليحيوي، ياخذ الكرة جابر اليحيوي لإبراهيم لاغا مرة أخرى. الترجي يفقد الكرة، والهجمة لصالح المكارم، الهجمة للياس الزمال، الياس الزمال يسجل، أولاش يقول الحكم الكرة ما تجاوزتش الخط النهائي للمرمى، وترجع للترجي مرة أخرى. اللحظات الأخيرة لحظات ممتازة، والتدخل، مرة أخرى من حارس المكارم، مهر صغير، لحظات مجنونة في مباراة الترجي ومكارم المهدية. هذه الكرة الأخيرة والتصويبة من الياس الزمال، ترجع مرتين على العارضة بعد يخوها وسيم هلال، وترجع كرة للترجي، لكن مرة أخرى موجود الحارس مهر صغير. مباراة في توقيت بالضبط 26 دقيقة لعب و14 ثانية، التقدم للمكارم 10-8 أمام الترجي في مباراة الكأس، نذكر دور ربع نهائي لكأس تونس من أجل التواجد في مربع الكبار في المربع الذهبي الدور النصف النهائي. نرجع للمباراة في توقيت بالضبط 26 دقيقة و30 ثانية، 10 للمكارم 8 للترجي، كرة على الجهة اليمين لمحمد علي البحري، الياس الزمال الهاشمي بالحارث يصوب، والتصدي مرة أخرى، من وسيم هلال، الرجل اللحظات الأخيرة وسيم هلال إلى حد الآن تصديات حاسمة خلات الترجي مازال موجود في المباراة. ترجع الكرة إبراهيم لاغا، هو التدخل والإقصاب دقيقتين قبلها، ثم بطبيعة ضربة 7 أمتار لتشكيلة الترجي 10-8. يدخل أنيس المحمودي أكيد للتصويب باش يكون هو المسدد في 6 متر الثالثة تقريبا للترجي، بعد ما كان ناجح في زوز مناسبات قدمه الحارس مهر الصغير،
أنيسة لمحمودي وماهر الصغير. الكلمة اللي شكون باش تكون لأنيسة ولماهر. الكرة لأنيسة المحمودي يسجل مرة أخرى، يسجل الهدف التاسع على الترجي. 10-9 يرجع في المباراة إلا واحد إلى حد الآن قبل أقل من 3 دقائق على نهاية هذا الشوط الأول. المكارم منقوصة عدديا، دقيقة و40 ثانية تقريبا باش يكتمل النصاب. وكالعادة المدرب منير أحسن باش يخرج حارس المرمى ويدخل لاعب آخر على مستوى الميدان. يدخل اللاعب رقم 34 اللاعب أيمن جولاق في تشكيلة المكارم للمساندة والمساعدة في الهجمة الأخيرة لمكارم المهدية. الكرة للمهدية لأيمن جولاق، أيمن جولاق يخلي الكرة لمحمد علي البحري. محمد علي البحري اش يقول الحكم؟ ثم الخطأ لصالح المكارم، الخطأ لمكارم المهدية قبل دقيقتين ونص وأقل على نهاية الشوط الأول. ودائما التقدم لمكارم المهدية والتصويبة، لكن موجود مرة أخرى وسيم هلال، موجود وسيم هلال. ترجع الكرة لصالح الترجي، الكرة للترجي على مستوى الدائرة، ثم المشي بالكرة مرة أخرى. يفقد الترجي الكرة على مستوى الهجوم وترجع بامتلاك لصالح المكارم. الكرة لمكارم المهدية 28 دقيقة و10 ثواني، 10-9 لمكارم المهدية لحد الآن أمام الترجي. ثانية باش يكتمل نصاب المكارم. وكالعادة يدخل أيمن جولاق في المباراة للتواجد في الناحية الهجومية بالنسبة للمكارم. ترجع الكرة، عمليات التقاطع بين ملاعبية المكارم. الكرة للهاشمي بالحارث، هاشمي بالحارث يمرر على مستوى الدائرة والتصويبة والهدف. الهدف من بديع قريع مرة أخرى. رغم النقص العددي يسجل المكارم 11-9 إلى حد الآن. الترجي ما لقى حتى حل خاصة للهجومات على مستوى الدائرة. نشوف هنا القوة والتصويبة لبديع قريع قدام الحارس وسيم هلال، لكن في الأخيرة التسديدة في المرمى والهدف عدد 11 بالنسبة لمكارم المهدية قبل دقيقة من نهاية هذا الشوط الأول. 11-9 كورة للترجي مع دخول كمال العلويني في المباراة. دخول لاعب الترجي كمال العلويني، إلى جانبه موجود إبراهيم ملاغة على اليمين، جابر اليحيوي على اليسار اللي عنده الكرة حاليا. جابر اليحيوي، كمال العلويني، كمال العلويني، إبراهيم ملاغة يفقد الكرة إبراهيم، لكن يرجع ويصلح لجابر اليحيوي باش يدخل اليحيوي ويربح الخطأ. يربح الخطأ جابر اليحيوي في توقيت بالضبط 29 دقيقة و26 ثانية. هذه الإعادة لجابر اليحيوي، حب يدخل أكثر على مستوى الدائرة لكن تدخل من دفاع المكارم. ترجع الكرة لكمال العلويني، كمال العلويني، جابر اليحيوي، جابر اليحيوي مازالت عنده الكرة. إبراهيم ملاغة، إبراهيم ملاغة. وفي الأخير الحكم يقول أيضا ترجع الكرة بخطأ لصالح الترجي. خطأ للترجي، كمال العلويني باش يصوبه ولا يعطي الكرة لإبراهيم ملاغة. يربح الخطأ مرة أخرى، يربح الخطأ والتسديدة. وأكيد نهاية الشوط الأول حاليا 11-9 شوط أول للمكارم. بداها المكارم بقوة لكن قبلها نعرفوا يلزم تتصوب الكرة الأخيرة، يلزم الخطأ يتلعب بالنسبة للترجي. موجود على الكرة هذه جابر اليحيوي قدام ملاعبية المكارم باش يكون التسديدة المباشر، التسديدة المباشرة باش يكون من جابر اليحيوي. هل أنه يتصدى الدفاع أو ينجح جابر اليحيوي؟ كرات هذه تذكرنا بعدنان بالحارث وأهدافه اللي من المخالفات اللي كانت في قناك واللي جابت كأس لمكارم المهدية ضد الترجي بالذات. ينتهي الشوط الأول إذن 11-9 لمكارم المهدية. في شوط أول شفنا البداية كانت فيه للمكارم، رجع الترجي وعدل النتيجة خلال فارق ولو أنه مش فارق كبير برشا، زوز أهداف أو هدف، لكن عرف مكارم المهدية كيفاش يستغل خاصة النقص العددي ويرجع في المباراة. يعدل مرة أولى ثم يأخذ الأسبقية ويأخذ فارق 11 لمكارم المهدية 9 للترجي مع نهاية هذا الشوط الأول. إن شاء الله أكيد في الشوط الثاني تكون أكثر فرجة، تكون أكثر متعة بين الزوز فرق، ولا توصيات بين الشوطين للزوز مدربين لدينيس لاتو مع الترجي ومنير أحسن مع مكارم المهدية اللي مش مقصر إلى حد الآن أمام جماهيره في قاعة المهدية. بطبيعة في انتظار إن شاء الله استجوابات ما بين الشوطين أو استجوابات ما قبل الشوط الثاني بعد شوية. هذه اللقطات الأحلى في الشوط الأول واللي كان فيها تألق أيضا لزوز حراس المرمى.
للزوز حراس المرمى من جانب الترجي، وسيم هلال ايضا من جانب المكارم، اشرف محفوظه ماهر الصغير. ان شاء الله ملتقانا مع بدايه الشوط الثاني وناخذ اكثر تفاصيل قبل انطلاق الشوط الثاني، سواء من مدرب المكارم او من مدرب الترجي. ملتقانا مع بدايه الشوط الثاني. أريد مرحبا بكم من جديد، العودة في قاعة المهدية، مباراة الدور الرابع النهائي لكأس تونس في كرة اليد، مباراة مكارم المهدية والترجي. الشوط الأول وفالي صالح المهدية ب 11-9، شوط أول كانت البداية فيه للمكارم، رجع على الترجي، لكن في الأخير الأسبقية لمكارم المهدية 11-9 مع نهاية الفترة الأولى ونصف المباراة. الشوط الأول في انتظار بطبيعة الشوط الثاني، وفي انتظار مجريات الشوط الثاني كيفاش باش تكون الدخلة بالنسبة للترجي وأيضا للمهدية. الترجي أكيد للتعديل والمهدية للمحافظة على فرق الزوز أهداف إلى حد الآن، فرق هل أنه باش يعمقوا أو أنه باش يرجع فيها الترجي بالطبيعة، هذا كل نكتشفوه مع بداية هذا الشوط الثاني ومع نهاية المباراة، لأنه مازال شوط أول. هذه لقطات المباراة في الشوط الأول وتصديات الحارس ماهر الصغير، ماهر اللي موجود معك سلام للاستجوابات، من بعد شوية أكيد يكون حاضر ماهر الصغير في الاستجوابات ما قبل الشوط الثاني. نذكر أنه هذا الحارس كان موجود خاصة في نهاية الفترة الأولى وكان متألق. هذه لقطات المباراة ولقطات الشوط الأول، هذا كرة كانت للترجي، شفنا برشا كرات سواء للترجي، طارق جلوز من هنا الهدف أكيد واحد من اللاعبيه اللي نستناو منهم الفرجه، الترجي اللي تستناه بطوله افريقيه ويستناه سوبر كوب افريقي تو بعد شويه نحكيو عليه، لكن بالطبيعه نستناو مباراه اليوم، نستناو الاستجوابات من عندك اسلام. شكرا لك شهير. معنا بطل الشوط الاول نجم نقول اذا كان السكور تقدم المهديه بفضل الحارس ماهر الصغير، ماهر ظهر لي شوط اول متميز اللي كنت خلى المهديه تكون متقدمه في السكور. والله يشوف دولي الماتش محضري له بالباهي، سيمونير عنده شهر كامل معناتها ياخذ منا لاسبيرونس نعرفه وهي زادت تعرفنا، بحول الله احنا شادين معها صحيح وباش نكملوا هكا، بحول الله ربي معنا ان شاء الله، ان شاء الله ربي معنا. شكرا لك ماهر، اكيد بعد شويه يكون معنا واحد من لاسبيرونس شهير. ان شاء الله بعد شويه نرجع اذا كان ثم طرف من جانب الترجي، الترجي اللي كمل الشوط الاول متاخر في النتيجه بفارق زوز اهداف، الترجي اللي تستناه شوط ثاني صعيب ويستناه ايضا موجود معاه حارس المرمى مروان مجايز اللي كيف ما قلنا كما قلت تحكي مروان مجايز، هل لي مروان تعبتكم شويه المهديه رغم اللي سجلت عدد الاهداف بالسونتر رابيد اليوم؟ يعني نعرفوا بقدير وماتش كوبرا سافا با تخ فاسيل، المهديه تخيب الاكيب وكل شيء، لونتام دو ماتش ما كانش باهي، بعد رجعنا في السكور بون، بعد ثم شويه تشنج تاع اعصاب فيو لامبورتونس تاع الماتش الكل فوالا، من بعد بربي بوان دانتروغاسيون ما نحبش نحكي عليها برشا، مي كوميم بتيت سينيال على لي زاربيتر فريمون، يعني مستوى يضحك ما نقولش باش ما نقولش كلمه اخرى، مستوى هزيل وهزيل جدا، نشوفوا يظل كان نعاودوا نتفرجوا في الميتون الاول برشا، اللي بوكو دو فو تكنيك من لي زاربيتر بون يفو فيغ افيك وكاو، اسبيرونس اون كروند ايكيب لازم نربحوا مع لي كونديسيون الكل، والمهديه زاد سي تخي بال ايكيب، لازم نركزوا بالكدير في الميتون ونكسروا احنا في الديفونس كيف كيف الجو رابيد نتاعنا هو البوان فور نتاعنا، كسوا سيغ مونتي بال ولا جو ترانزيسيون لازم نكملوا هكا ان شاء الله مربوحه هكا. غيابات سورتو مروان قلقوكم شويه، سورتو الحماد والبوغانمي. شوف صحيح ايمن حماد وبوغانمي عندهم بوا كبير في الجمعيه، لكن اسبيرانس كيف كيف جمعيه كبيره ما تقفش على جوار الاثنين، كما قلت كيف فيغ افيك هذول عندنا برشا جوارات عندهم امكانيات كبيره، ان شاء الله نعملوا عليهم وعندي فيهم كونفيونس كبيره وان شاء الله نربحوا. شكرا لك مروان، تفضل شهير الخط ليك.
والعودة مع بداية الشوط الثاني، الدقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني بين المكارم والترجي. الشوط الأول نذكر 11 لمكارم المهدية، 9 للترجي. كيفاش باش يتعامل الزوز فرق مع بداية هذا الشوط الثاني والكرة والبداية للترجي يسجل من خلال الهدف العاشر. أكيد توصيات ما بين الشوطين للزوز مدربين لدينيس لاتو من الترجي وعيد المنير حسن من جانب مكارم المهدية. شكون باش تكون الكلمة مع نهاية المباراة حاليا، لأنه شوط ثاني باش يكون حاسم. شوط ثاني أما تتأهل أو تنسحب، أما تتعدى للدورة للنصف النهائي أو تقف المسيرة مع الدورة للربع النهائي. مكارم المهدية الترجي، الكرة حاليا لمكارم المهدية المزيل متقدم في النتيجة 11-10 في هذا الشوط الثاني. الدقيقة الأولى في الشوط الثاني، كرة ترجع للهشمي بالحارث، يلعب الكرة مع الياس للزمال، الياس للزمال يرجع للحارث، كرة مرة أخرى لمكارم المهدية والتمريرة، لكن الخطأ موجود لصالح المكارم. الخطأ موجود لمكارم المهدية والكرة على جهة اليمين وين موجود يوسف معرف، يرجع يوسف معرف لبديع قريع، ترجع كرة مرة أخرى لصالح المكارم. الياس الزمال يمشي له كمال العلويني للاعتراض ويربح المكارم، يربح الكرة الأخيرة. الكرة تتنفذ بسرعة باش يصوب الحارث، لا يعطي الكرة على الجهة اليمين، والتدخل من دفاع الترجي قدام يوسف معرف. تدخل من دفاع الترجي قدام يوسف معرف، الترجي يبدأ بوسيم هلال في المرمى مرة أخرى. كرة لصالح المكارم، مقطوع الكرة من الترجي، تمشي لطارق جلوز، يلعب الكرة مع كمال العلويني على مستوى الدائرة، والتسديدة والتعديل. التعديل من جانب الترجي من حمدي عيسى. يبدأ الترجي بقوة يسجل زوز أهداف إلى حد الآن. مكارم المهدية مازال ما سجلش في هذا الشوط الثاني. البداية بالنسبة للترجي قوية في هذا الشوط الثاني، تقريبا نفس السيناريو اللي كان مع المكارم مع بداية المباراة قاعد يتعاود حاليا بالنسبة للترجي اللي سجل زوز أهداف، والمكارم مازال ما رجعش في المباراة، مازال ما دخلش في الشوط الثاني، مازال ما سجل حتى هدف في هذا الشوط الثاني. الكرة لإلياس الزمال، الياس الزمال يلعب الكرة على الجهة اليسار وين موجود الهشمي بالحارث، ترجع للهشمي بالحارث مرة أخرى، ياخوها له كمال العلويني، كرة بين اثنين والحكم يقول يرجع الامتلاك لصالح الترجي. كمال العلويني، كمال العلويني عنده الكرة حاليا لجابر اليحيوي، كمال العلويني مرة أخرى، يصوب العلويني، يصوب العلويني وياخذ أسبقية الترجي مع بداية الشوط الثاني. ياخذ أسبقية الترجي بهدف كمال العلويني. شوف اللقطة هنا وشوف التسديدة لكمال العلويني في المرمى، ما لقالها حتى حل الحارس مهر الصغير. ترجع الكرة، كرة كانت مقطوعة من جانب الترجي، ياخذ بها الهجمة المعاكسة ويسجل بها هدف التقدم 3-0 مع بداية هذا الشوط الثاني. 3 أهداف بالنسبة للترجي دون أي هدف بالنسبة لمكارم المهدية إلى حد الآن في 3 دقائق و30 أو 25 ثانية. مازال مكارم المهدية والهدف، الهدف لمكارم المهدية، هدف من تصويبة كانت ممتازة يعدل بها النتيجة. اللاعب رقم 17 يوسف معرف، شوف الإعادة وشوف التصويبة والتسديدة، وسيم هلال ما لقى حتى حل في الكرة الأخيرة، وبالتالي هدف التعادل 12-12. مباراة كأس بامتياز إلى حد الآن، هذه نكهة مباريات الكأس، هذا اللي نحبوه، هذا اللي نستناوه اليوم بين مكارم المهدية والترجي مع استفاقة الجمهور في قاعة المهدية. أكيد نكهة الرياضة ونكهة كرة اليد وكرة القدم وكل الرياضات الجماعية إلا بحضور الجمهور، إلا بالتشجيع. صحيح تمنينا لو كان جات زوج جماهير حاضرة في قاعة المهدية، لكن جمهور المهدية لحد الآن موجود يعطي الفرجة، يعطي الكرنفال ويعمل الشو في مدارج المهدية. ترجع الكرة بامتلاك مرة أخرى للترجي، الخطأ يرجع للترجي بعد تدخل على حمدي عيسى لأمامنا في الصورة. ترجع الكرة لصالح الترجي، والخطأ لحمدي عيسى لاعب الترجي، لاعب رقم 14. كمال العلويني عنده الكرة حاليا، يمشي العلويني يسدد إبراهيم بلاغة، يربح الكرة والهدف الترجي 13-12. الترجي يصبح هو المتقدم في النتيجة. شوف هنا الصعود والتصويبة من إبراهيم بلاغة، يسجل بها الهدف إبراهيم بلاغة في تشكيلة الترجي، اللاعب رقم 9 في تشكيلة الترجي لحد الآن. نستناو بين خبرة لاعبين الترجي اللي أكيد يعرفوا كيفاش يمشيوا أكثر في المباريات، يعرفوا كيفاش يرجعوا في النتيجة، وبين اللاعبين اللي عندهم أكثر طموح، اللي ما عندهم صحيح برشا خبرة لكن عندهم فنيات كبيرة، عندهم طموح كبير، عندهم مدرب أيضا قاعد يعطي فيهم
في توصيات، قاعد قريب برشا من ملاعبيته وقاعد يعطي في التوصيات اللي تنجم تكون مفيده لملاعبيته في الكره الاخيره. والتصويبه والتدخل، التدخل من وسيم هلال. وسيم هلال الى حد الان حاسم، ترجع كره ترجيه، الكره لكمال العلويني، العلويني لابراهيم لاغا، ابراهيم لاغا يربح الخطا، يربح الخطا ابراهيم لاغا بعد تدخل الاخير. هذه الكره والاعاده، كره ابراهيم لاغا والاعتراض على مستوى الدفاع من اللاعب عبد العزيز الحلاوي في تشكيله المكارم. ترجع الكره كمال العلويني، اكيد دخوله باش يكون مفيد في تشكيله الترجي. كمال العلويني والخطا، ودقيقتين دقيقتين في تشكيله المكارم للاعب رقم 15 اللاعب نادر حمزه. مره اخرى الاستبعاد بدقيقتين، هذه اللقطه والاعاده، الدفع موجود على لاعب الترجي يخسر من خلالها مجهودات اللاعب رقم 15 نادر حمزه. المكارم منقوصه عدديا والترجي بزياده عدديه وبهجمه حاليا لصالح الترجي. كمال العلويني لابراهيم لاغا لطارق جلوز، ترجع مره اخرى الكره للعلويني، جابر اليحيوي يمشي اليحيوي ويصوب الكره والهدف، الهدف 14 لصالح الترجي ليستغل النقص العددي ويستغل عدم تواجد ملاعبيه المكارم على مستوى الدفاع. خاصه شفنا الثغره على مستوى الدائره، نشوفوا هنا كيفاش اللقطه، كيفاش طلع سدد واخذ راحته وسجل الهدف 14 الى حد الان لصالح الترجي في توقيت 6 دقائق و23 ثانيه في هذا الشوط الثاني. المكارم في 6 دقائق و30 ثانيه ما سجل كان هدف وحيد الى حد الان في هذا الشوط الثاني، سجل 11 هدف في الشوط الاول، لكن في هذا الشوط الثاني الى حد الان غايبا النجاعه الهجوميه بالنسبه لمكارم المهديه. كره اخيره على مستوى الدائره باش يصوب الكره وينجح، ينجح حاتم حموده ويسجل الهدف. موجود حاتم حموده ممتاز، الهدف الاخير فيه برشا صنعه، فيه برشا جرينتا من حاتم حموده. شوف الصعود والتصويبه وسيم هلال رغم انه مشال الكره لكن ما كانش ينجم يتصدى للكره الاخيره. 13 14 13 لمكارم المهديه، 14 للترجي. كره للعلويني على مستوى تنسيق اللعب من جانب الترجي، يعطي لجابر اليحيوي، ترجع الكره مره اخرى من جانب الترجي، موجوده اللاعب بلال العبدلي يربح الخطا. بلال العبدلي، حمدي عيسى عنده الكره مع كمال العلويني، كمال العلويني يمشي العلويني، يعطي كره لطارق جلوز على الجناح، طارق جلوز يرفع الكره والهدف، يرفع الكره بالحارس مهر الصغير رغم انه الزاويه كانت مغلقه، رفع الكره بالحارس. شوف هنا التمريره من كمال العلويني، طارق جلوز اعلى من الجميع، يرفع الكره بالحارس مهر الصغير ويسجل الهدف. 15 لصالح الترجي، 13 لمكارم المهديه. اللي يرجع حاليا اللاعب اللي كان اخذ دقيقتين منذ قليل اللاعب نادر حمزه، يكتمل عدد الملاعبيه بالنسبه لمكارم المهديه. 15 13، 7 دقائق و57 ثانيه في هذا الشوط الثاني، النتيجه ترجيه الى حد الان في دور ربع نهائي الكاس. والتصويبه والتصدي لكن قبلها ثم الخطا، وثم دقيقتين، ثم دقيقتين ضد لاعب الترجي باشاره من الحكم جابر اليحيوي، كان موجود على مستوى الدائره والدفعه موجوده على لاعب المكارم وبالتالي يربح الخطا والست متر بالنسبه لمكارم المهديه، او رميه 9 أمتار لمكارم المهديه بعد اللقطه الاخيره. لكن الترجي باش يلعب منقوص عدديا من جابر اليحيوي. ترجع الكره الياس الزمال، يعطي كره على الجناح لكن موجود محمد علي البحري، محمد علي البحري والخطا للمكارم، يربح 9 متر مره اخرى مكارم المهديه. الدخول كان ممتاز لحاتم حموده اللي عنده الكره حاليا، الكره حاتم حموده باش يصوب مره اخرى، والتصدي، التصدي كره ثانيه للترجي، التصدي مره اخرى من وسيم هلال، وسيم هلال حاسم، وسيم هلال موجود يعطي كره والفرصه للترجي للتسجيل، لكن قبل هذا ثم المشي بالكره بالنسبه لكمال العلويني. حاتم حموده ويسجل، يسجل حاتم حموده، يسجل الهدف 14 للمكارم ويخلي المباراة مازالة متقاربة، يخلي النتيجة مازالة تقريبة بين الترجي ومكارم المهدية 15 14. النقص العددي في تشكيلة الترجي استغلوا كما يجب المكارم في اللحظة الأخيرة وفي اللقطة الأخيرة، استيماتة كبيرة من لاعبية المكارم، خليهم يكونوا موجودين في المباراة، خليهم يكونوا قراب، خليهم يكونوا موجودين على مستوى التسجيل. والهدف موجود إلى حد الآن في 9 دقائق لعب و18 ثانية، 15 14 للترجي للضيوف أمام مكارم المهدية في قاعة المهدية بالذات دور ربع نهائي لكأس تونس.
الكرة لإبراهيم ملاغة، كرة لإبراهيم ملاغة من جانب الترجي، يربح بها الخطأ، الخطأ للترجي، الترجي اللي مازال يستنى تقريبا 30 ثانية لاكتمال ملاعبته، وترجع الكرة تضرب على القائم، ومرة أخرى والهدف، مرة أخرى والهدف من الترجي، وبالتالي الهدف هو عدد 16 ومعاه ثم استبعاد بدقيقتين في تشكيلة مكارم المهدية. الاستبعاد بدقيقتين للاعب محمد علي البحري في تشكيلة المكارم بعد اللقطة الأخيرة. مرة أخرى المباراة موجودين فيها زوج فرق بنقص عدد، الترجي في انتظار 13 ثانية ولا مكارم في انتظار دقيقة و50 ثانية في هذا الشوط الثاني. كرة لحاتم حمودة يلعب مع الياس الزمال، الياس الزمال على اليمين موجود إلى جنبه يوسف معرف، حاتم حمودة الزمال مرة أخرى، الزمال للمعرف يلعب الكرة اللاعب رقم 31 محمد بن نور اللي يدخل أيضا أول مرة في المباراة، والتدخل والهدف، الهدف للمكارم عن طريق عبد العزيز الحلاوي، عبد العزيز الحلاوي سجل الهدف لمكارم المهدية، الهدف 15 لمكارم المهدية 17 للترجي حاليا. ترجع الكرة الياس الزمال، حاتم حمودة، حاتم حمودة عنده الكرة حاليا موجودة على يساره عبد العزيز الحلاوي، على يمينه الياس الزمال في تنسيق اللعب، كل الكرات قاعدة تتعدى بالياس الزمال اللاعب رقم 20 في تشكيلة المكارم. حاتم حمودة يمشي، تصويبات ممتازة لهذا اللاعب، يرجع بالكرة على الجهة اليسار لعبد العزيز الحلاوي، حاتم حمودة كرة على اليمين ليوسف معرف، وفي الأخير الكرة تمشي بخطأ لمكارم المهدية. الخطأ لمكارم المهدية في توقيت بالضبط 11 دقيقة و11 ثانية، 17 للترجي 15 لمكارم المهدية اللي استنى 30 ثانية لعودة كل اللاعبين. ممتاز الهدف هذا، ممتاز الهدف هذا مرة أخرى من حاتم حمودة، مرة أخرى حاتم حمودة حاسم، مرة أخرى حاتم حمودة، شوف التصويبة، شوف التسديدة، رغم أنه كان قريب وسيم هلال من الكرة، لكن القوة في التسديد واللقطة الأخيرة ما خليتش حارس الترجي يكون هو المتقدم على مستوى الكرة، ونرفزت وسيم هلال على دفاعه بعد اللقطة الأخيرة وبعد عودة حاتم حمودة للتسجيل. الكرة لطارق جلوز يسجل، يسجل طارق جلوز، يسجل طارق جلوز الهدف 18 لصالح الترجي، 18-16 في توقيت بالضبط 12 دقيقة لعب، وملاعبية الترجي مكتملين، ملاعبية المكارم مكتملين، إن شاء الله ما نشوفوش برشا استبعادات بدقيقتين لأنه هذا ممكن يقلل شوية من نسق المباراة، يطيح شوية الريتم بالنسبة للزوج فرق، لكن احنا نحبوا أكثر هذا الشوط الثاني، وخاصة ربع ساعة أخيرة من المباراة تكون أكثر ندية، تكون أكثر تشويق بين زوج فرق. إلى حد الآن قاعدين مقدمين مردود ممتاز، قاعدين يمتعوا فينا في الحقيقة هنا في قاعة المهدية. ترجع الكرة على مستوى الدائرة بالنسبة لمكارم المهدية، وتدخل من دفاع الترجي، التدخل من دفاع الترجي، والخطأ للياس الزمال. حاتم حمودة، حاتم حمودة أكيد رجل اللحظات الأخيرة بالنسبة لمكارم المهدية، في كل مرة يخل الكرة إلا ويبحث على فتحة للزاوية والتصويب والتدخل، مرة هذه مرة الأولى مرة ثانية ينجح، مرة ثانية ينجح نادر حمزة، ينجح نادر حمزة مرة أخرى في الكرة الثانية الراجعة من حارس الترجي، هذه الإعادة، شوف هنا الكرة والتصويب الأولى يتصدى لها وسيم هلال، لكن موجود، موجود اللاعب نادر حمزة يسجل الهدف عدد 17 لمكارم المهدية، 17-18 لمكارم المهدية 18 للترجي، والتدخل، وهنا ثم السبع أمتار، ثم رمية سبع أمتار وإقصاب دقيقتين مرة أخرى، الاستبعاد بدقيقتين للاعب يوسف معرف، اللاعب يوسف معرف في تشكيلة المكارم يخرج بدقيقتين، ولا تدخل رمية السبع أمتار للاعب الترجي أنيس المحمودي، كان ناجح بنسبة 100% من ثلاثة ضربات سبع أمتار في الشوط الأول، نشوف الشوط الثاني كيفاش باش تكون الكلمة. يرجع للتسديد أنيس المحمودي، أنيس المحمودي يصوب، أنيس المحمودي وينجح قدامه المرة هذه الحارس أشرف محفوظ، يتصداش أشرف محفوظ وينجح أنيس المحمودي، 4-4 إلى حد الآن لأنيس المحمودي. باش ترجع الكرة بامتلاك لزملاء حاتم حمودة، كرة لمكارم المهدية، الترجي أكيد اللي في فترة توقف البطولة استغل هذا للتحضير في فرنسا، في تربص في فرنسا، رجع بعده لتونس، نشوفوا هل أنه
الترجي جاهز بنسبة 100% أيضا للبطولة الإفريقية والسوبر كوب تنحكيوا عليهم بعد شوية. بطبيعة إن شاء الله تألق للترجي في المسابقة القارية القادمة أيضا لجمعية الحمامات. لكن قبل هذا المباراة لحد الآن متقاربة بين الزوز فرق حاتم حمود المرهدي ما ينجحش قلت أنه الترجي تستناه سوبر كوب إفريقية يوم 4 ماي في المغرب. الترجي ضد الزمالك أكيد مباراة إذا كان ينتصر فيها الترجي يتأهل لمونديال الأندية إن شاء الله بتوفيق لممثل كرة اليد التونسية. وبعده يبدأ بطبيعة البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس من 5 ل 14 ماي في مدينة العيون المغربية. الترجي موجود في المجموعة الأولى وجمعية الحمامات في المجموعة الثانية. وإن شاء الله يكون فينال تونسي تونسي بين الترجي وجمعية الحمامات. وإن شاء الله يكون أيضا لقب السوبر كوب الإفريقية بألوان تونسية بألوان ترجية لا الأحمر ولا الأصفر. نرجع للكرة نرجع للمباراة في توقيت بالضبط 14 دقيقة و44 ثانية. 19 للترجي 17 لمكارم المهدية المنقوصة عدديا في انتظار اكتمال النصاب. نرجع للكرة اليسار للزميل على مستوى الدائرة والهدف الهدف مرة أخرى. ثم ضعف على مستوى الدفاع على الترجي خاصة في وقت الدخول من الدائرة بالنسبة للاعبية المكارم. شوف هنا الكرة والتمريرة والهدف كان موجود للاعب المكارم اللي سجل الهدف 18. ما زالت المباراة ما اعطتناش أكثر آخر أسرارها إلى حد الآن. والهدف 20 للترجي 20-18. الترجي صحيح قاعد يقبل في الأهداف لكنه أيضا قاعد يسجل. والهدف الأخير كان لطارق جلوز. أقل من ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة. الترجي متقدم مع 2 إلى حد الآن في قاعة المهدية الدور الربع النهائي لكأس تونس. نذكر أنه في دور ثمانينات الترجي كان يزيح سبورتينغ المكنين ومكارم المهدية كانت فوقت ضد شبيبة الشيحية. كرة حاليا لمكارم المهدية التقدم من دفاع الترجي والكرة على الجناح والكرة هدف. هدف المرة هذه من عبد العزيز الحلاوي بين ساقين وسيم هلال. الكرة تتعدى والهدف عدد 19 لمكارم المهدية. زوج فرق قاعدين يسجلوا حاليا. زوج فرق موجودين على مستوى الهجوم. والكرة الأخيرة مرة أولى ومرة ثانية لكن قبلها الكرة ترجع لمكارم المهدية. الكرة ترجع لمكارم المهدية بعد تدخل الأخير من حارس المكارم أشرف محفوظ أمام أنيس المحمودي. ترجع الكرة لمكارم المهدية ويرجع اللاعب للمكارم اللي ممكن مع الكرة الأخيرة خذا أكثر ثقة في نفسه لاعبية المكارم. ورجعت حتى التشجيعات على المدارج لجمهور المهدية في انتظار بقية المباراة في انتظار بقية الشوط الثاني في انتظار هل يحسمها الترجي أو المكارم. والتعديل التعديل 20-20 التعديل 20-20 ومباراة أخرى حاليا. مباراة أخرى تبدأ توا في دقيقة 16 و47 ثانية بالتعادل في هذا الشوط الثاني. أول تعادل في هذا الشوط الثاني على مستوى الهدف 20. شوط أول كملناه 11-9. الشوط الثاني 20-20 حاليا. الكرة لكمال العلويني إبراهيم لاغا. إبراهيم لاغا يربح الخطأ. إبراهيم لاغا يربح الخطأ وتلعب الكرة لصالح الترجي. أنيس المحمودي أنيس المحمودي إبراهيم لاغا يمشي. إبراهيم لاغا على مستوى الدائرة يربح مرة أخرى. يربح الخطأ إبراهيم لاغا. التنبيه من حكام المباراة عن لاعبية المكارم خاصة على مستوى الدائرة. يصوب لكن الكرة ترجع بامتلاك للترجي. ترجع الكرة بامتلاك للترجي. هذه الكرة واللقطة الأخيرة من كمال العلويني مع اللاعب يوسف معرف. كرة على الترجي. اللحظات الأخيرة لحظات مثيرة بين الزوج فرق. قبل هذا ثم الخطأ بإشارة من الحكم وش يقول ثم الوقت المستقطع. وقت مستقطع يطلب مدرب الترجي دينيس لاتوب بدا يشوف أن الأمور رجعت أكثر للمكارم في اللحظات الأخيرة لأنه باش يعطي توصيات بالهجوم وبالدفاع شنيا باش يصلح في اللحظات القادمة. نسمعوا دينيس لاتوب.
توصيات دينيس لاتو كانت اكثر على عدم التسرع خاصه من الناحيه الهجوميه، لانه شفنا الترجي ضيع الكرات على مستوى الهجوم اللي جابت هجومات معاكسه واللي جابت اخطاء لمكارم المهدي رجع بها في المباراه بعد ما كان الترجي متقدم 20-18 لتعادل حاليا 20-20 في 17 دقيقة 34 ثانية. بدينا نقربوا من الموني تايم، بدينا نقربوا من التوقيت الذهبي، وكل كرة تكون بحسابها وكل لقطة ينجم يخسر عليها الفريق هدف وينجم يسجل منها هدف. هذه كرة نيس المحمودي كمال العلويني، يصوب العلويني والتصدي، التصدي مرة أخرى من حارس المكارم أشرف محفوظ. أشرف محفوظ والتغيير أعطى أكله بالنسبة للمدرب منير بن حسن بعد ما خرج ماهر الصغير ودخل أشرف محفوظ، وهناك كرة والتصويبة اللي كانت من جانب الترجي يتصدى لها محفوظ وترجع الكرة حاتم حمودة إلى جنبه موجود عبد العزيز الحلاوي. حاتم حمودة الياس الزمال، الياس الزمال يلعب الكرة على اليمين وين موجود يوسف معرف. الزمال لحاتم حمودة أكيد باش يصوب حاتم حمودة إذا كان يلقى الفرصة، أكيد باش يصوب إذا كان يلقى الفرصة، لكن التغييرات بالنسبة لدينيس لاتو مع دخول أسامة الجزيري على مستوى الدفاع. نشوفوا الدفاع الترجي كيفاش يتدخل، والتدخل هنا من ماهر عيسى، التدخل من هنا من حمدي عيسى عفوا، التدخل من حمدي عيسى والخروج بدقيقتين، الاستبعاد بدقيقتين من جانب الترجي لحمدي عيسى بعد التدخل الاخير. شوف اللقطه هنا وشوف التدخل على لاعب يوسف معرف ياخذ بها الخطا ويربح بها ايضا، استبعاد بدقيقتين في تشكيله الترجي، الاستبعاد بدقيقتين في تشكيله الترجي في هذا الدور الربع النهائي لكاس تونس بين مكارم المهديه والترجي. في انتظار بالطبيعه شكون باش يتاهل للدور النصف النهائي، دور نصف نهائي اللي باش يتلعب نهار 21 ماي والختام يكون نهار 28 ماي بمباراة الفاينل الفينال. شكون باش يكون في الفينال اليوم؟ موجود الترجي مكارم المهدية في هذا الدور الربع نهائي في انتظار بالطبيعة الفرق الأخرى، والتقدم التقدم للمكارم، يرجع مكارم المهدية، يرجع حاتم حمودة للتسجيل. قلت أنه هذا اللاعب إذا كان يلقى الفرصة، إذا كان يلقى الثغرة يصوب ويسجل، وبالتالي هدف مرة هذه 21 لمكارم المهدية 20 للترجي. أول تقدم في الشوط الثاني بالنسبة لمكارم المهدية اللي كانت بدايته صعيبة في الشوط الثاني عكس الشوط الأول، لكن يرجع ويصلح الأمور ويرجع يعدل وياخذ الأسبقية حاليا. كيفاش باش يتصرف مدرب الترجي مع التأخر العددي حاليا وأيضا مع التأخر في النتيجة؟ كرة لجابر اليحيوي، جابر اليحيوي موجودة للدفع على اللاعب رقم 77 جابر اليحيوي، اكيد هو اللاعب رقم 77 في القميص نتاعو تنحات السبعه قاعده سبعه اخرى، لكن هو اللاعب رقم 77 جابر اليحيوي. ترجع الكره للترجي والتصويبه والتدخل مره اخرى، التدخل مره اخرى من اشرف محفوظ. اشرف محفوظ الى حد الان موجود، اشرف محفوظ يحافظ على المباراه وعلى التقدم لمكارم المهديه. دور حراس المرمى كبير برشا في كرة اليد، حارس المرمى هو نصف الفريق، حارس المرمى ينجم يعطيك 50% من تسجيل الهدف، إذا كان يتصدى حارس المرمى يخلي عندك الكرة، يخلي عندك الأسبقية الهجومية، يخلي عندك الفرصة للتسجيل. كرة لحاتم حمودة، حاتم حمودة الياس الزمال على اليمين موجود يوسف معرف، الكرة ما زالت للمهدية، الكرة للمهدية والخطأ للمكارم في اللحظة الأخيرة بعد التدخل ضد لاعب المكارم، والكرة باش ترجع بامتلاك لمكارم المهدية المتقدم في النتيجة. هذه الإعادة الأخيرة والتدخل على اللاعب نادر حمزة، والكرة باش ترجع بامتلاك لمكارم المهدية. حكيت على الدورة النهائي لكأس تونس اللي باش يكون نهار 28 ماي، نذكركم بقية روزنامة الموسم 23 أفريل باش تكون الجولة 20 للبطولة، 27 أفريل الجولة 21 فيها مباراة الديربي، المباراة الحاسمة أكيد، المباراة المثيرة اللي تنجم تحكم بنسبة كبيرة في لقب البطولة هذا الموسم. و30 أفريل جولة أخيرة، الجولة 22 فيها مباراة النجم الساحلي والنادي الإفريقي، و14 ماي المباراة المؤجلة لكأس تونس بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. يعني شهر افريل وشهر ماي في كرة اليد التونسية باش تكون فيها الفرجة، باش تكون فيها المتعة، باش يكون فيها التشويق، باش تكون فيها المتابعة على قناة التسعة. ترجع الكرة للترجي ويسجل، التعديل للترجي،
التعديل للترجي في اللقطة الأخيرة والكرة الأخيرة من حمدي عيسى لاعب الترجي. شوف التمريرة من نيسا المحمودي في العمق والتدخل والتسجيل من حمدي عيسى لاعب الترجي. 21-21، أقل من 10 دقائق على نهاية المباراة، أقل من 10 دقائق على الصفرة النهائية للمباراة إلى حد الآن. صعيب برشا باش نتكهنوا باسم المتأهل، باسم المترشح للدورة النصف النهائي. ترجع الكرة لحاتم حمودة، حاتم حمودة الكوتشينك الناجح بالنسبة لمدرب المكارم منير حسن بإدخال حاتم حمودة إلى حد الآن. حاتم حمودة ترجع الكرة الياس الزمال، يعطي الكرة لنادر حمزة، نادر حمزة الياس الزمال يعطي كرة لحاتم حمودة لأنه باش يصوب حمودة ويصدى، يتصدى المرة هذه حارس الترجي مروان مجايز قبلها. ثم دقيقتين ضد شكون؟ ضد جابر اليحيوي، ضد جابر اليحيوي من تشكيلة الترجي بعد تدخل الأخير. هذه الإعادة، شوف الدفع كان موجود من جابر اليحيوي في اللقطة الأخيرة أمام حاتم حمودة، يربح بها حاتم حمودة الكرة والخطأ، وأيضا يخرج لاعب الترجي جابر اليحيوي اللي باش يكمل الترجي. معقوص مرة أخرى عدديا، تعددت الاستبعادات بدقيقتين سواء في تشكيلة المهدية أو في تشكيلة الترجي. ترجع الكرة لياس الزمال، حاتم حمودة يلعب الكرة في العمق لياس الزمال، يربح بها الست متر، يربح بها الست متر بعد الدخول في المنطقة من دفاع الترجي وتحديدا من نيسا المحمودي. واضحة كانت اللقطة الأخيرة والكرة الأخيرة، شوفوا هنا ثم الدخول في المنطقة، ثم الدخول من لاعب الترجي وبالتالي الست متر لمكارم المهدية وتنفيذ من حاتم حمودة. حاتم حمودة قدامه مروان مجايز، حاتم حمودة خارج المرمى، خارج المرمى من حاتم حمودة مرة أخرى. يغيب التركيز في الرميات السبعة أمتار بالنسبة لمكارم المهدية. هذه الإعادة، شوف الكرة كيفاش مشيت بعيدة. صحيح مروان مجايز سكر كل الزوايا لكن أيضا ما فماش تركيز في التسديدة الأخيرة. 21-21، اللحظات الأخيرة تقترب في هذه المباراة بين مكارم المهدية والترجي. كرة لجابر اليحيوي يعطي لطارق جلوز، ترجع لينيسا المحمودي، أنيسا المحمودي، بلال العبدلي، أنيسا المحمودي، اليحيوي من جديد يعطي كرة للمحمودي، العبدلي يمشي على مستوى الدائرة، جابر اليحيوي، عملية تقاطع بين لاعبي الترجي، أنيسا المحمودي، أنيسا المحمودي، جابر اليحيوي، مغلقة كل المنافذ، طارق جلوز، ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من طارق جلوز، ممتاز اللقطة الأخيرة من طارق جلوز. شوف الإعادة، شوف هنا التمريرة من جابر اليحيوي، يعطي الكرة على الجهة اليمين أو وين موجود طارق جلوز، يسجل بها الهدف. 22-21، والوقت المستقطع يطلب مدرب المكارم منير حسن. خرج البوشيه ريال فهمنا ولا نمشي على الكروزمو، استنى الديو نتاعك تجيش على الكروزمو في سبيس فهمنا ولا، استنى اعمل تايمين نتاعك الديو يسكر يمشي كتيريا جاء معاك واحد، شوف البيفو في نفس الوقت الريال نتاعك نقودو كاجا بروفوندور كاجا جيش من بعيد ما تقربش برشا يا ولاد يا ولاد نزلوا ست دقايق اول حاجه ناخذوا دقيقتين، ثاني حاجه في الاتاك لازم تخلوا كي يخرجوا دقيقتين لازم تخلوا المركين العب سهل عشوائي والديفونس نعاودوا والديفونس قادر هذه كانت التوصيات من منير حسن مدرب المهدية وأيضا من ملاعبية المهدية اللي مش مقصرين إلى حد الآن في مباراة اليوم، مباراة الدورة الربعية أمام الترجي. 22-21، ممكن الترجي تأثر أيضا اليوم بغياب أيمن حماد وأسامة البوغانمي عكس المكارم اللي ما عندوش برشا غيابات مؤثرة نجم نقولوا لأنه عنده رصيد بشري هام، رصيد بشري متقارب بين بعضهم ملاعبية شبان، هذاك علاش إلى حد الآن مش لاقين صعوبات كبيرة خاصة في الناحية الهجومية قاعدين مقلقين على الترجي. باش ترجع الكرة للمكارم في توقيت بالضبط 23 دقيقة لعب
في المباراة، وثمانية ثواني أقل من سبعة دقائق على النهاية، أقل من سبعة دقائق تنتهي المباراة. جبر اليحيوي موجود حاليا خارج التشكيلة الترجية لأنه كيف ما قلنا هو اللاعب رقم 77، نحات سبعة من مريول وقاعدة سبعة، هذاك علاش طاقم التحكيم نبه على جابر اليحيوي باش يخرج ويغير القميص ويتصرف معاه الإطار الفني للترجي بإضافة رقم سبعة أخرى على المريول. على كل نرجع للمباراة، على الكرة لمكارم المهدية، حاتم حمودة ليسر للزمال، حمودة من جديد يمشي ثم للدخول في المنطقة ودخول بقوة، يقول الحكم ترجع الكرة بامتلاك لصالح الترجي، ترجع الكرة بامتلاك لصالح الترجي اللي يرجع ملاعبيته مكتملين. كرة يخرج دفاع الترجي، نشوف هنا كمال العلويني كيفاش يمشي للمحاصرة، والتدخل من مروان مجيز، لكن قبلها يرجع الخطأ لمكارم المهدية. الكرة لمكارم المهدية، كرة بالحارث، يطلع بالحارث باش يصوب، لكن يرجع بخطأ بعد التدخل الأخير من إنيسيا المحمودي، والتنبيه باللعب السلبي من ثنائي التحكيم، التنبيه من ثنائي التحكيم حسين الخيار وأمين بغرارة. الكرة الأخيرة ضايعة الكرة الأخيرة من مكارم المهدية، يمكن تسرع على مستوى الهجوم، حب يربح أكثر الوقت ويطول أكثر الهجمة، لكن ضاعت الكرة الأخيرة وترجع ترجية لكمال العلويني. جابر اليحيوي اللي يرجع للمباراة، جابر اليحيوي يعطي كرة موجود إلى جنبه بلال العبدلي، الكرة مرة أخرى للترجي، يرجع للتشكيلة مروان شويرة، فايضا طارق جلوز، أنيسة المحمودي، كمال العلويني ما زالت عنده الكرة، جابر اليحيوي، كمال العلويني يمشي، كمال العلويني يعطي كرة لمروان شويرف، الكرة ما زالت للترجي ويربح بها الخطأ الترجي في توقيت بالضبط 25 دقيقة لعب، 5 دقائق أخيرة في المباراة، 5 دقائق باش تكون مثيرة ومشوقة تو نتفرجوا مع بعضنا لأنه نستناو الثواني الأخيرة اللي تنجم تحكم في المباراة. الكرة لأنيس المحمودي، جابر اليحيوي، يمشي اليحيوي للمحمودي لطارق جلوز وينجح طارق جلوز، انجح هدف هام للترجي، هدف مرة أخرى لطارق جلوز على مستوى الجناح. شوف التمريرة مرة أخرى، نيسا المحمودي حاسم في تمريراته وطارق جلوز ما يضيعش طارق جلوز على مستوى الجناح ويربح بها الهدف 23 للترجي، 23-21 يتقدم الترجي مع 2 إلى حد الآن في المباراة. إذا كان ما يسجلش المكارم تصعب عليه أكثر المباراة في ثوانيها الأخيرة ودقائق الأخيرة، اللحظات باش تكون حاسمة. يتغير دفاع الترجي، نشوف هناك كيفاش يخرج كمال العلويني لمحاصرة الياسر للزمال اللي كل الكرات قاعدة تتعدى من الياسر للزمال، كمال العلويني مع الزمال يخلي بالحارث، هاشمي بالحارث يلعب ياخذ الكرة بالحارث، هو التدخل من طارق جلوز ما فيهاش استبعاد بدقيقتين حسب إشارة الحكم، وبالتالي ترجع الكرة بامتلاك وخطأ لمكارم المهدية، الخطأ للمهدية والكرة للهاشمي بالحارث، يمشي بالحارث يعطي الكرة على الجالمين والتصويبة والهدف من يوسف معرف، رغم أنه كان محاصر، رغم أنه كانت الزاوية مغلقة، لكن تصويبته تباغت الحارس مروان مجايز، ترجع المكارم في المباراة وتخلي الترجي مع واحد فقط ودقيقتين استبعاد بدقيقتين هنا للاعب الهاشمي بالحارث، استبعاد بدقيقتين للهاشمي بالحارث، ممكن يأثر الاستبعاد هذا على ملاعبية المكارم خاصة في الدفاع لأنه الترجي عنده الكرة حاليا، الترجي بكرة هجومية لكمال العلويني، كمال العلويني لجنبه جابر اليحيوي، العلويني من جديد، اليحيوي ترجع له الكرة، العلويني يمشي، العلويني في تنسيق اللعب يرجع بالكرة وين موجود جابر اليحيوي باش يصوب كرة لكمال العلويني، طارق جلوز مرة أخرى ناجح طارق جلوز استيماتة كبيرة لهذا اللاعب، فورمة كبيرة لطارق جلوز على الجناح اليوم، شوف التمريرة، شوف كمال العلويني كيفاش يعطي التمريرة السحرية، وطارق جلوز أعلى من الجميع، طارق جلوز يسجل الهدف، اللاعب رقم 29 في تشكيلة الترجي، طارق جلوز كل ما جاته الكرة على الجناح إلا وكان حاسم، إلا وكان غلط الحارس أشرف محفوظ، يرجع المكارم في الهجوم ويرجع دون حارس مع دخول اللاعب رقم 24 حاتم حمودة في مكان حارس المرمى، الكرة مرة أخرى لمكارم المهدية، ثم استبعاد بدقيقتين
في تشكيلة الترجي للاعب رقم 15 هو اللاعب بلال العبدلي. بلال العبدلي استبعاد بدقيقتين مرة أخرى من جانب الترجي بعد اللقطة الأخيرة. الترجي منقوص دقيقتين، المكارم منقوص دقيقة أخرى، والمباراة في توقيت بالضبط 27 دقيقة و18 ثانية، 24 للترجي 22 لمكارم المهدية. وكل كرة حاليا أكيد كيف ما قلنا باش تكون بحسابها، كل خطأ ينجم يرجع عليك بهدف، كل كرة تضيعها تنجم تقبل منها هدف. هذه كرة على الجناح بالنسبة لمكارم المهدية، والتدخل من مروان مجايز، التدخل من مروان مجهز من محمد علي البحري. ترجع الكرة مرة أخرى لمكارم المهدية، الكرة لمحمد علي البحري مرة أخرى على الجناح، ومرة أخرى مروان مجهز، مرة أخرى مروان مجهز، مرة أخرى مجهز موجود للتصدي. مجهز قدام محمد علي البحري، مباراة داخل المباراة إلى حد الآن بين مجهز والبحري، والتقدم كان لمجهز في الزوز كرات الأخيرة. ترجع لحاتم حمودة، الياس الزمال، الياس الزمال، كرة دائما لمكارم المهدية، الياس الزمال باش يزوج على التصويب، لكن يرجع لحاتم حمودة، عنده أكثر دقة، أكثر تصويب، أكثر قوة في التسديد. الكرة شيقول الحكم قبل هذا التنبيه باللعب السلبي، التنبيه باللعب السلبي على لاعبية المكارم في توقيت بالضبط 28 دقيقة و14 ثانية. حاتم حمودة باش يصوب ولا يرجع للكرة ويرجع للخطأ الحكم، يرجع للخطأ الأخير. حاتم حمودة مرة أخرى، مروان مجايز مرة أخرى، مروان مجايز موجود، مروان مجايز يخلي الترجي موجود في المباراة مع اثنين إلى حد الآن قبل دقيقة ونص من النهاية. أكيد تصدي باش يكون حاسم، تصدي باش يكون عنده قيمته خاصة والترجي منقوص عدديا. ترجع الكرة لجابر اليحيوي، يلعب الكرة مع كمال العلويني، كمال العلويني الرقم 7، جيلاني مامي موجود في التشكيلة الترجية. جيلاني مامي ياخذ الكرة، كمال العلويني، جيلال الكرة ترجع لمروان شويرف، مروان شويرف الكرة المرة هذه لطارق جلوز لجيلاني مامي. الكرات القصيرة بين ملاعبي الترجي، عمليات التقاطع، محاولة الدخول عبر المنطقة، لكن التدخل يربح الكرة الأخيرة، يربح بها الخطأ. الترجي كانت البحث عن الخطأ أكثر من تسجيل الهدف بالنسبة لملاعبي الترجي، باش يربحوا أكثر الوقت، باش يخليوا الوقت لعودة اللاعب الموجود خارج الميدان. الكرة لصالح الترجي على مستوى الدائرة، التنبيه باللعب السلبي، التنبيه باللعب السلبي في الثواني الأخيرة. إذا كان يتسجل الهدف ممكن تنتهي المباراة، بالفعل يتسجل الهدف 30 ثانية وأقل والترجي يصبح متقدم بثلاثة أهداف. هذه الكرات اللي يحبها الترجي، هذا هنا الهدف، الهدف كان ممتاز من جانب المكارم اللي يرفع الكرة بالحارس مروان مجايز. التوقيت بالضبط 29 دقيقة و50 ثانية، 10 ثواني على النهاية، 10 ثواني على نهاية المباراة، 25 للترجي 23 لمكارم المهدية. الدور الربع نهائي لكأس تونس ونهاية المباراة، نهاية المباراة بانتصار للترجي، وتأهل الترجي للدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة اليد. أكيد الترجي اليوم ألقى صعوبات كبيرة ضد مكارم المهدية، لكن نقول برافو لمكارم المهدية ولجمهور المهدية ولملاعبية المهدية، الكل كانوا موجودين اليوم، الكل كانوا قدموا مباراة كبيرة، ندية كبيرة من مكارم المهدية مع الترجي، واليوم الترجي هو اللي يحسمها في النهاية مع خبرة ملاعبيته، أكيد مع التجاوب الكبير مع المدرب وتوصيات المدرب، خاصة وقت اللي كان الترجي متأخر في النتيجة، لكن الصفرة النهائية جابت التأهل للترجي. مبروك للترجي، حظ أوفر لمكارم المهدية، ما يلزمش ملاعبية المهدية يخجلوا بالانسحاب هذا، لكن يلزم يكونوا مرفوعي الرأس لأنه مباراة كانت ممتازة وندية كانت كبيرة ضد الترجي. في انتظار بطبيعة استجوابات ما بعد المباراة، أكيد الترجي بالفرحة بالتأهل للدورة النصف النهائي. الترجي اللي موجود على مستوى البطولة، موجود على مستوى الكأس. اسلام أكيد معاك حمدي عيسى في الاستجوابات، الترجي هو المتأهل نذكر للدورة النصف النهائي. شكرا لك شهيري، معنا لاعب الترجي حمدي عيسى. حمدي ظهري تعبتكم اليوم المهدية وصعوبات دفاعية في خصوصا في الأكس بتاع الترجي بين السنترال وبوست 2. صحيح تعبتنا اليوم المهدية، يعطيهم الصحة والحاجة يشكروهم على المباراة اللي قدموها. الحاجة الثانية هي يدعب متعبونا فيها هي الديفونس نتاعهم، ما تخدموا ديفونس باهي اليوم، عملوا 06 برو ان بروفوندور كما نقولوا احنا، خدموا ديفونس مليقلة في الاتاك. احنا كنا صعوبات كما قلت انت شوية في الديفونس، مي هذيا بالنسبة لنا احنا معناتها ماتش نحضروا به للدربي ان شاء الله تاع
تعرف ديربي معناتها مازالوا جمعه جمعه ونص. اما يعطيهم الصحه جروند كيب مهديه معروفه كيب تلعب ياسر معناتها عندها تقاليد في الكوب. الحمد لله اليوم تعبونا والحمد لله ربحنا الماتش، ربحنا صحيح ديفيسيلمون، مي المفيد ان ربحنا وخاطر ذي كوب الفايده في الترشح. شكرا لك حمدي عيسى. معنا ايضا لاعب مكارم مهدي تقريبا من افضل اللاعبين في المقابله اليوم الياس الزميل الياس ظهر لي مكارم اليوم عماد العلاء طرح كبير قدام الاسبيرونس. والله نحن هابطين من الاول بوغ تونتي نو شانس. الحمد لله والله وفقنا ربي، نظن اللي عامل خبره هو اللي عمل الفارق اليوم. هك تشوف لعبنا الهوند نظيف، قدمنا مستوى جيد، لعبنا على حقيقه امكانياتنا، ما يلا غالب ما وفقناش ربي. شكرا ليك الياس. معنا ايضا حارس مكارم مهدي، الحارس اللي عدى خصوصا شوط اول متميز اليوم ماهر الصغير، ظهر اليوم المكارم ماهر قدمت مقابله كبيره. والله كما قلت لك بكري معناتها حضرنا لها المباراه هذه، وقت تشوف معناتها خسر الماتش في الدقائق الاخرانيين معناتها على غالبك هو مونك دو كونفيونس. شكرا ليك ماهر. هكا نكملوا تغطيتنا الاستجوابات شهير، نكملوا استجوابات اليوم، تفضل الكلمه ليك. نذكر انه الترجي هو المتاهل بعد نهايه المباراه بالانتصار 25-23، شوط اول كان لمكارم المهدي 11-9. ان شاء الله كره اليد كالعاده باش تكون موجوده على قناه التسعه في انتظار المباريات الهامه في البطوله وايضا مباريات الكاس ليله كمزينه.